استعرضنا بالتأكيد النتائج المترتبة على معركة سيف القدس التي خاضها الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وباحتضان لبناني وعربي وإسلامي وأحرار العالم، وأكدنا بأن الشعب الفلسطيني من خلال هذه المواجهة متمسك بحقوقه الكاملة وخاصة في القدس كعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية، لا سيادة إسرائيلية على القدس. نسدي إلى لبنان كل كلمات التقدير والشكر والعرفان اللي هو يحتضن الجرح الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية، وتشاركنا الألم والأمل مع لبنان على مدار عقود الصراع مع الاحتلال، وأكدنا بأن المخيمات الفلسطينية في لبنان هي مصدر الاستقرار وأمن، ولن تكون مطلقاً منطلقاً للإضرار بالأمن القومي اللبناني. ونحن في قيادة الحركة المركزية ندعم كل الخطوات التي تقوم بها الحركة في لبنان وفصائلنا الفلسطينية على هذا الصعيد. وكذلك استعرضنا الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المخيمات اللبنانية، وتمنينا أن القوانين التي صدرت عن البرلمان اللبناني أن يجري تنفيذها وتطويرها لمزيد من الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية لإخوتنا وأشقائكم هنا في المخيمات، مع تمسكنا المطلق والثابت والراسخ بحق العودة ورفض التوطين ورفض الوطن البديل. نحن هنا ضيوف على لبنان الشقيق إلى حين العودة إلى فلسطين إن شاء الله تعالى. أكدنا أيضاً بأن المقاومة هي خيار استراتيجي للتحرير، وأن مسيرة المفاوضات التي انطلقت منذ أكثر من 27 عام لم يكن لها إلا مزيد من التوسع الاستيطاني ومحاولات تهويد القدس وحصار غزة والقفز على الحقوق الثابتة لشعبنا وفي مقدمتها حق العودة.